الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء وتطوير منظومة المخابز. استمرار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان، ومجلس الأمن يعقد جلسة اليوم لوقف التصعيد بين البلدين. وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز المليون، وأمريكا والبرازيل والهند تتصدر الأعداد. الحادية عشر صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين اخذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي اهلك احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذا الموجز. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا على انتقاء افضل البدائل التمويلية مع حوكمة لاستخدام الامثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك في مختلف القطاعات. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي، وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية. كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة والتي شاركت فيها المنظمات الأهلية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبا لأي موجة ثانية محتملة، فضلا عن تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التموين بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية. كما وجه الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذرية قصفت وحدة للجيش الأرمني في منطقة فاردينس داخل أراضي أرمينيا. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن المعارك استمرت خلال الليل بين أذربيجان وإقليم ناغورنو كاراباغ. أضافت الوزارة في بيان أن قوات الإقليم حاولت استعادة المناطق التي خسرتها من خلال شن هجمات مضادة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لبحث وقف التصعيد بين البلدين. تنطلق اليوم أولى المناظرات الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. استبق ترامب المناظرة بالمطالبة بإخضاع بايدن لاختبار منشطات، وكتب ترامب على تويتر إنه سيوافق على إجراء هذا الاختبار أيضا. كما أضاف أن أداء بايدن كان متفاوتا في المناظرات بسبب المنشطات، لكنه لم يقدم أي دليل ملموس. كشف إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون، وهو ضعف العدد الذي يموت سنويا بسبب الملاريا. تضاعف عدد وفيات كورونا من نصف مليون في 3 أشهر فقط، وهو معدل وفيات آخذ في التصارع منذ تسجيل أول حالة وفاة بالمرض في الصين مطلع يناير الماضي. سجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند نحو 45% من إجمالي الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم، فيما سجلت أوروبا نحو 25% من حالات الوفاة. وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الموجز، وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.